بسم الله الرحمن الرحيم، برحب فيكم طلابي. وقبل ما نبدأ بالدرس الجديد أو الفقرة الأخيرة بالدرس إن شاء الله، اللي أنا عم بعتبره درس جديد كوني عم نزل بكل فيديو فقرة. السبب أنه الفيديو ما يكون طويل ويصير في مشكلة بالتحميل يعني يصير في مشاكل تقنية، فلذلك أنا عم بساوي أنه كل فقرة هي عبارة عن درس أو فيديو كامل. المهم قبل ما نبدأ، أنا هون بدي صحح شغلة صارت معي، خطأ لفظي درس الماضي. هي هون بهي الفقرة لما حكينا عن اختناقات رانفييه، وقتلنا أنه هي تقطعات في غمد النخاعين على أبعاد متتابعة، وطبعا قلت أنا أنه يستمر في منطقة التقطعات غمد النخاعين، هو لا، الذي يستمر غمد الشوان، يعني غمد النخاعين خلاص انقطع، يعني هون ما في غمد النخاعين بهالمكان بمكان الانقطاعات، وإنما الذي يستمر هو غمد الشوان، خلية غمد الشوان. تمام؟ إذا صححناها إن شاء الله وننتقل مثل ما حكينا لفقرتنا اليوم اللي هي الضبط العصبي. بتمنى أنكم تكونوا حليتوا الأسئلة ودرستوا الدرس وهالأمور هاي. طبعا الفيلم اللي أمامنا هون النسيج العصبي، الخلايا العصبية اللي حكينا وعم نعيد فيها. لاحظ منظر النسيج العصبي كيف عبارة عن شبكة من الخلايا. طبعا هي الخلايا الضبقية اللي هلا بدنا نقول عليها، هي اللي هي القسم الثاني أو النوع الثاني من أنواع الخلايا الموجودين بالنسيج العصبي. لاحظين كيف هي خلية لها استطالات عديدة، لكن طبعا ميزاتها وبنيتها ميزاتها مختلفة تماما عن ميزات الخلية العصبية. خلايا الضبق طبعا هلا بدنا نحكي عنها بالتفصيل، ناخذ عنها ميزاتها واقسامها ووظائفها. العلماء واللي هون عم يحكي الفيلم اللي اكتشفوها، بدي اورجيكم شغله هون مشان هيك عم نشيل الفيلم بسرعه. هي الخليه، اي نوع من انواع الخلايا الضبقيه، مثل ما قلت وعدت انه هي خليه تشبه شوي الخليه العصبيه، لها استطالات عديده مختلفه. ميزتها المهمه انها قادره على الانقسام، نشطة قادرة على الانقسام، تجدد الخلايا العصبية، ترمم أما جروح النسيج العصبي مثل ما بدنا نحكي هلأ بعد شوي. إذا هذا الفيلم عم يشرح لنا عنها يعني بشكل سريع. نبدأ فيه، نحط على دفترنا ميزات الضباق العصبي. هاي صورة الكتاب اللي عندنا، هاي العصبونات هن الأميرات، أنا بسميهم الأميرات، وطبعا هون الخدم والحشم اللي هنين الدبق العصبي. ميزاته انه تشكل غالبية الجهاز، خلايا الجهاز العصبي، يعني الجهاز العصبي 90% منه خلايا دبق. خلايا قادرة على الانقسام مدى الحياة عكس الخلية العصبية او عكس العصبون. تنشأ من كالخلايا العصبية من الوريقة الجنينية الخارجية. طبعا هذا درسنا الجاي حنشوف منشأ الجهاز العصبي، ويعني قصدهم هون بالجنين خلال تكون الجنين ينشأ الجهاز العصبي من مثل ما بنشوف بكره بدرس التكاثر، منطقة اسمها أو طبقة اسمها الوريقة الجنينية الخارجية، حنحكيها وقتها كمان. لها أشكال متعددة، هي أحد أشكالها، الشكل اللي شفناه بالأول، ذات استطالات دقيقة. أهم شيء بوظائفها، أهم شيء عفوا بميزاتها، أنها غير قابلة للتنبه. تمام؟ إذا هاي ميزاتها، نحن على دفترنا حطيناهم، طلعوا 6 ميزات، بحاول ركز على هاي آخر وحدة. نعم يعني ضرورة الاطلاع، يعني ما بعرف ممكن يجينا بالفحص ما يجينا، لكن أكثر شيء طبعا بيجينا أول سؤال هداك تبع أول الدرس إذا بتتذكر. تمام؟ نبدأ نحط العنوان الثاني اللي هي أقسام الدبق العصبي. هون ترجع الصورة لك، ما أجملها هي الصورة على فكرة. هي العصبون، هذا المحور، هي خلية دبقية تعمل مثل ما بدنا نحكي بعد شوي والدرس القادم،
على تغذية العصبون. هي الخلية شايفتيها اللونها خضراء، يمكن خضراء. المهم هي الخلية هي وعاء دموي، لاحظ كيف إلى استطالة تتثبت على الوعاء الدموي، واستطالة الأخرى تتثبت بها على العصبون، وهي بذلك تمرر الغذاء من الدم إلى العصبون، ومن تطرح الفضلات، يعني تطرح المواد اللي بدها تطرحها الخلية العصبية إلى الدم من خلال أيضا هاي الخلايا الضبقية، من نسميها ضبقية نجمية. تمام، هون في عنا خلايا أخرى زهارية ضبقية وتشكل الغمد النخاعي، تتذكروا داخل المحور الدماغي الشوكي. تمام، إذا أشكال كثيرة للضبق، أشكال كثيرة للضبق، هذا غمد النخاعين، أشكال كثيرة للضبق، أقسام كبيرة كثيرة مصنفينهم قسمين رئيسيات هنين. واحد كتبنا عنا الدفتر، الكبيرة. الكبيرة تصنف أيضا إلى ثلاثة أنواع كما أننا شايفين، أول وحدة النجمية، الضبقية السيسائية، وخلايا الضبق قليلة الاستطالة. كثير من هذا الدرس او من هاي الفقره ممكن يجينا موقع وظيفه. تمام، يعني هذا الفقره هيك بيسالوني عنها. قبل السؤال بنقول شو يعني خلايا نجميه اللي شفناها بالاول، اللي قلنا تخرج منها استطالات تنتهي بانتفاخات، تدعى الانتفاخات ابواق وعائيه، تتوضع على الظهار الخارجيه للوعاء الدموي. الدرس الجاي بدنا نسميها الحاجز الدماغي الدموي، لكن أنا هلأ هيك بكفيني لهون، يعني بهالوصف أني أوصف الخلايا النجمية شكلها مثل النجمة، مشان هيك يعني اسمها. هلأ برجع لكم لديك الصورة مشوفة. خلايا الضبق السيسائية، هاي خلايا تبطن قناة السيساء والدماغ أو تغطي سطوح الضفائر المشيمية. إذا خلايا الضبق الضبقية السيسائية هي سيسائية خاصة ومشيمية، الأولانية تبطن قناة السيساء وبطينات الدماغ. طبعا حيمروا معنا كمان هدلون بالدرس اللي بدنا ناخذ فيه أقسام الدماغ، ونشوف وين قناة ونشوف وين بطينات الدماغ. يبطنون من الداخل مثل البطانة من جوا، يعني هالخلايا اللي اسمها ضبقية سيسائية خاصة. الضفائر المشيمية الموجودة في بطينات الدماغ كمان هي تغطيها الضبقية المشيمية، تغطيها من برا، وهي طبعا لها وظيفة تانية، تفرز السائل الدماغي الشوكي. كمان هي بدي احطها هيك براسي، يعني احفظها لاني بدي استخدمها الدرس القادم واسألك عنها. اذا مين بيفرز السائل الدماغي الشوكي من هلأ بنحفظها؟ الضبقية المشيمية. اذا هذا النوع الثاني من مين؟ نسيتوا نحن شو عم ندرس؟ الضبق، خلايا الضبق الكبيرة. القسم الثالث منها هي الكبيرة، خلايا الضبق قليلة الاستطالات. قبل شوي سمعتها هي بالأول الدرس. مكانة ملازمة لأجسام العصبونات في المادة الرمادية، ومع الألياف العصبية في المادة البيضاء. إذا بجنبهم هي ملازمتهم دائما. ليش؟ قال لأنها ستشكل غمد النخاعين حولها. تذكروا الغمد النخاعين وبتشكل خارج أو داخل، تذكرتوها؟ فهي خلايا الضبق قليلة الاستطالة، هيك وظيفتها، هي أماكن وجود. إذا هدلون هن أقسام الضبق الكبيرة يلي هن ثلاث أقسام، بهمني أكثر شيء مثلا كل وحدة أين توجد، خاصة هي وهي وهي. تمام؟ نروح على أقسام أو الضبق، خلايا الضبق الصغيرة. خلايا الضبق الصغيرة مبعثرة في أجزاء الجهاز العصبي المركزي، وظيفتها تصبح فعالة مناعيا في الحالات الالتهابية، إذ تهاجر إلى موقع الإصابة، يعني تشتغل مناعة، تشتغل بحالات الدفاع عن الجهاز العصبي، تتكاثر، تعمل مع اللمفيات التائية اللي بنشوفها بكرة بدرس المناعة، على التصدي للأجسام الغريبة المهاجمة وهي قادرة على البلعمة. إذا هي شغلتها إنها تدافع عن الجهاز أو عن العصبونات، جيش عسكر. تمام، إذا
مهمتها الدفاع، ومهمتها أيضا تخلص الجهاز أو النسيج العصبي، وليس الجهاز النسيج أو الجهاز، تخلصنا منه من العصبونات التالفة اللي خلص عمرها فتقوم ببلعمتها والتخلص منها. إذن هي أقسام الضبط الكبيرة والصغيرة. الصغيرة أماكن وجودها مبعثرة مثل ما عم نشوف، ووظيفتها. هدول مهمين جدا نحفظهم، حطينا هيك عنا على دفترنا وجودها وظيفتها. وظائف الضبط بنعددهم، سؤال فحص كمان عدد وظائف الدماغ الضبط العصبي. يسهم في تشكيل الحاجز الدماغي الدموي. معلش هي اتركوا لي اياها لبعد شوي، مو بعد شوي، الدرس القادم نحكي عن الحاجز الدماغي الدموي وورجيكم اياه فيلم ونقوله تمام بشكل، بس هلا خلينا نحفظه هيك بهالشكل. تقوم خلاياه بدور غذائي ودور فعال في حفظ التوازن الشاردي في المراكز العصبيه، يعني من خلال مثل ما حكينا بالاول انه استطالة من الخلية على الوعاء الدموي واستطالة تانية، فهي بتأمن الغذاء، تؤمن بحفظ التوازن الشاردي، يعني حفظ الأملاح، توازن الشوارد اللي هي تأتي من الأملاح، واللي بكرة بدنا نشوف إنه ضروري جدا بعمل العصبون أي الشوارد يعني. له دور إفرازي مثل ما شفنا بالأول، مين بيقوم بإفراز السائل الدماغي الشوكي مثل ما حكينا؟ تمام، الخلايا الدبقية المشيمية. ترميم جروح الجملة العصبية، يعني صار مشكلة صار كذا، فهي بتقوم بالانقسام وتعويض ما يتلف. ملء فراغات النسيج العصبي الناتج عن التهدم الطبيعي للنسج العصبية. شو يعني تهدم طبيعي؟ يعني موت الخلايا العصبية العصبونات، يعني تموت، لها عمر وبتموت، فلا تعوض، هي ما بتعوض نفسها، لكن مين بيملأ مكانها؟ الضبق العصبي. إذن هاي وظائفهم مثل ما شفنا، خمس وظائف إن شاء الله حفظهم سهل. هلأ قبل ما نخلص الدرس، في عنا فكرة هي المادة البيضاء والمادة الرمادية. هدول نحن من صف تاسع سمعانين فيهم، ما لما بنجري مقطع في الدماغ فيظهر الدماغ بهالموديل انه محيطه، المحيط هو ماده سنجابيه، شايفين كيف لونها غامق، والوسط الداخل جوا لون ماده بيضاء بعكس النخاع والبصله. اذا بتتذكروا لما بنجري مقطع بنلاقي الماده البيضاء برا في الخارج يعني، والماده السنجابيه في الداخل. الرمادية السنجابية كله صح. هلأ لذلك لما بنطلع على الدماغ نشوف لونه رمادي بدون ما نعمل مقطع بدون شيء، هو لونه رمادي. ولما بنطلع على النخاع هو لونه أبيض. استوعبنا هالفكرة، بس هيك منظر يعني. هلأ نحن إذا قلنا إنه هذا النسيج أو هذا الجهاز العصبي هو النسيج اللي شفناه بالأول والعصبونات والضبق العصبي، طيب منين جاي هيك لونين لكان؟ هذا السؤال، هي الفكرة. في المادة البيضاء آلية تجمع الألياف العصبية ذات الغمد النخاعيني. الألياف شو هي تذكروا؟ هي المحور اللي هي جزء من الخلية، مو؟ تمام. يحيط بها غمد النخاعين الذي يتركب من مادة ايوه دهنيه فوسفوريه. عم تتابعوني؟ انا ما عم بسمعكم بس اكيد انتم عم تحكوا معي، ما هي الماده الرماديه هي خلايا عصبيه ذات استطالات هيوليه ومحاوير عاريه من النخاعين، واجسام الخلايا التي تشكل اليافها الماده البيضاء. اذا الماده الرماديه فينا نقول هيك ان هي جسم الخليه، وإذا كانت خلية محوارها قصير وعاري من النخاعين فهي تبقى بتضل بالمادة الرمادية. إذا المادة الرمادية خلايا، أما المادة البيضاء فهي ألياف، ما بخربط بيناتهم. وأكيد في المادتين
سواء البيضاء الرمادية، هنالك الضبق العصبي، وهنالك الأوعية الدموية أو الشعيرات الدموية التي تقوم بتغذية المراكز العصبية كأي جهاز يحتاج إلى تغذية تالية في أوعية دموية. إذا هذا آخر فكرة بدي أقولها، إنه مو نحن عم نقول مراكز عصبية مراكز عصبية. هلأ بدنا فيني لكم هالمعلومة، إنه المركز العصبي حقيقة حقيقة هو المادة الرمادية، كونها هي مؤلفة من الخلايا. أما المادة البيضاء هي وسيلة النقل للسيال العصبي إلى الأماكن التنفيذ أو إلى المركز العصبي. تمام؟ إذا هذا هو درسنا اليوم. بتمنى أنكم يعني أهم شيء عندي إني حط سؤال هلأ وركز عليه، هو الفرق بين المادة البيضاء والمادة الرمادية، أو مما تتكون المادة البيضاء ما تتكون المادة الرمادية. حطوا هذا سؤال، حط هون عدد سؤال كمان، عدد وظائف الضبق العصبي بأقسام. هاي نرجع للصورة، هاي الخلايا الضبقية النجمية اللي لها دور بتغذية العصبونات، الخلايا الضبق الصغيرة هاي اللي هي بتقوم بال... إذا كل بدي أنا أكتر شيء ركز على أنه كل واحدة من أنواع الضبق العصبي وجودها، أين توجد، وظيفتها، أكتر شيء بيسألوني عنها. طب إذا هاي بالنسبة للضبق العصبي. بتمنى أنكم استفدتوا، وبتمنى أنكم تقروا الدرس بشكل جيد. في ملاحظة، إنه فينا نرجع للموقع ونشوف الدرس هيك مثل ما أنا هون. طبعا ما فيني أنزل كل هالبيئة على الموقع لأن هاي حجمها كبير، فلذلك أنا بالموقع جزأت هاي الأقصى يعني كل الفقرات وحولتها لفقرات أصغر، فلذلك بتلاقي بالموقع انتقل الفقرة التالية التالية التالية. السبب إنه بتعرفوا النت، وإنه بيحتاج دائما ل يكون يتقيد الواحد بالحجم، فلذلك فاللي بده يعني في راجع الدرس فيك تفتحه من الموبايل من التاب، فيك تفتحه وتدرس درسك هيك وتراجعه كأنك فاتح كتاب، أو تستمتع بكل شيء شو نحطه من فيديوهات وهيك. بتمنى لكم التوفيق وشكرا لكم.